بدأ المؤتمر الصحفي الذي عقدته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات متمثلة بمركز حماية الدولي عن إطلاق البرنامج الصيفي الطلابي 2024 في الأول من يوليو تحت شعار صيفنا آمن وسعادة ابتكار وقيادة، كما أوضحت جهود مركز حماية الدولي في دعم البرنامج الصيفي من مدربين وتوفير الإمكانيات والتسهيلات للطلبة. رسالتنا اليوم في هذا المؤتمر أن ننقل صورة واضحة للمجتمع عن أدوار أو دور مركز حماية الدولي في المجتمع والنتائج اللي حققها، ونشكر الشركاء اللي دعمونا في هذه العملية. رسالة كذلك لأولياء الأمور أنهم يشجعون أبنائهم للانخراط في هذه الدورات. المسؤولون استعرضوا أنشطة البرنامج التي أدرجت فيها دورات صيفية جديدة تلبي كافة رغبات الطلبة، وستتوزع على 9 مراكز تدريبية في ديرة وبرد بي ومنطقة حتى. البرامج الموسمية دائما توصل عنا في متنوعة، هي صيف شتاء ربيع، لكن هي الشمولية تكون في برنامج الصيفي. التوزيع يكون عن طريق الإحصائيات اللي توصلنا من قسم الإحصاء اللي موجود عندنا في القيادة العامة لشرطة دبي، نشوف أكثر المشاكل للطلاب اللي يتعرضون فيها وناخذها ونحطها ونشوف المناطق اللي تكون فيها هذه المشاكل. على ضوء هذه الأشياء نختار المراكز التدريب تكون قريبة من هذه المناطق الساخنة، على أساس ننوع ببرامج التدريبية لتحسين سلوكيات الطالب فيها. صاحب المؤتمر معرض عرض قصص النجاح التي حققها الطلبة المشاركون في الدورات الصيفية وإنجازاتهم خلال التحاقهم بالبرنامج. أنا اشتغلت في جزء من برنامج سواعد الأمان في قسم الإعلام الأمني في المركز الرئيسي لشرطة دبي أو القيادة العامة. كانت وايد حلوة هذه الدورة، إن كنت أسوي مقابلات ويا طلبة وأكتب مقالات عنهم، كان وايد حلو، تعلمت وايد كيف أحاور، كيف أقنع الناس أنهم يعني يسمون مقابلات وياي. سجلت أول مرة في البرنامج الصيفي لشرطة دبي في 2019، كان عمري 12 سنة واليوم أنا عمري 17 سنة، وبعد 5 سنوات من تسجيلي في البرنامج الصيفي شفت الآثار الإيجابية علي، من أن صرت لله الحمد واثقة في نفسي وعندي أصرار وتحدي أكبر وعدم استسلام. البرنامج الصيفي يؤكد اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي على دعم وتنظيم البرامج الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي لاستثمار أوقاتهم واستكشاف قدراتهم وتحقيق الإنجازات والنجاح.